الله والصلاة والسلام على رسول الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي اتم الصحة والعافية يا رب. هنايا غادي نقدم معكم حليلة مغربية على حقها بطريقة كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. هنايا عندي الحمص وعندي هنايا العظيمة ديال الغنمي، وعندي هنايا مطيشة ديال مطيشة كانت عندي في المجمد جبتها، وحبة ديال البصلة، وعندي القزبر والمعدنوس والكرافس. هنايا عندي سكينجبير والابزار والتحميره وزعفران وراس الحانوت والملحه. المهم هاد المقادير هادو كنديرهم كاملين في خطره. هنايا عندي مطيشه كانت عندي في مجمد، غادي نديرها في الخلاط وندير عليها شويه المطايب، ما خليتها تطلقات شويه وطحنتها مع البصله، وهاي من بعد ما وجدات غادي نديرها في الكوكود على داك الحمص والعطريه. وهنايا غادي نرجع نطحن القزبر والمعدنوس والكرافس، غادي نطحنهم ما غاديش ندعقهم كاع، غادي غير نلينهم شويه، ما غاديش ندعقهم كاع حتى يتلينوا، غادي غير نصوبهم ونطحنهم غير شويه باش يبقاو باينين، لان الا دعقتيهم بزاف ما كيجيوش باينين في الحيره. هانتوما غادي تشوفوا معايا من بعد ما غادي نطحنهم. هنايا قطعتهم في مولينكس ديالي، وغادي نزيد عليهم شويه ديال الماء، غادي نزيد عليهم شويه ديال الماء باش يطحنوا ليا. المهم ما طحنوهمش بزاف، انا كنذكركم ما طحنوهمش بزاف. هنايا من بعد ما طحنتهم ها هما جاو تبارك الله ما مدعوقينش بزاف. المهم انتم غادي نزيد هنايا القياس ديال الماء اللي غادي يطيب في الحيره، وغادي نخلط داك المكونات مع بعضياتها. هنايا راني غادي نزيد شويه ديال الماء، وغادي نغلق الكوكوط ديالي، وغادي نردها فوق البوطه، يعني الوقت الحيره اللي كنحمص مزيان وكيطيب دغيا راه ما غاديش تاخذ معاكم وقت طويل. الا كان الحمص ما كيطيبش غادي تاخذ معاكم الوقت. انا عندي الحمص كيطيب دغيا، ما غاديش تاخذ معايا الوقت بزاف. غادي نردها ان شاء الله فوق البوطه، وغادي نغسل داك المعينات، غادي نحيد عليا داك الروينه باش ملي نكون كندور الحيره ما تشد ليش ما تتيش تروي ليا الكوزينه. الاحسن اللي حطيتوها غسلوها باش ترتاحوا. هنايا البنات راني وقت منقيه الربيع والقزبر والمعدنوس، غادي نغسلهم باش غادي نخليهم يستقطروا وعاد نشل داك المعينات. المهم هنايا غادي نغسل المعدنوس هو الاول، وغادي نخليه يقطر، غادي نغسلو مزيان. البنات غسلو مزيان، المعدنوس غسلو، القزبر غسلوه مزيان مزيان باش ما يكونش فيه، كيكون فيه واحد الودات خضر وكيكون فيه التراب، الاحسن غسلوه مزيان. هنايا حيد داك الربيع، هنا راني كنجري وكنستغل الفرصه، لان وليداتي ما كانش كان في المدرسه. ملي كتكون وليدات في المدرسه كتخدمي شغلك بخاطرك، ما كتبقايش رد لهم البال ولا. المهم هنايا غادي ندرت شويه ديال الجافيل وشويه ديال الاوني، غادي نغسل داك المعينات ان شاء الله، وعاد ندوز ان شاء الله تكون الحيره طابت، غادي ندوز ان شاء الله نحضرها معاكم. يعني ما علي الا حطيتي شي فوق شي راه كيقواو. دابا غادي نحيد هاد المعينات، الا ما حيدتهمش وخليتهم غادي نزيد عليهم فاش غنكون كندور الحريره، راكم كتعرفوا دغيا المعين كيتجمعوا وما كيتسالاوش. المهم دابا غادي نسالي هاد المعينات هادو، وغادي نرجع معاكم. يا ليلى وصلت على النبي، الحلة ديالي هي طابت وجدات. غادي ان شاء الله غادي نزيد عليها شويه ديال الماء ونخليها تغلي. المهم نتوما كتزيدوا القياس اللي بغيتوا ديال الماء، القياس اللي عندكم ديال الاشخاص اللي عندكم كديروا القياس ديالكم. هنايا انا رديت في الكوكوط الكبيره لان الكوكوط الصغيره ما كتكفيش. هنايا غادي نزيد مطيشه ديال الحك، اللي بغى يكتفي غير بمطيشه العاديه راه غادي يكتفي بمطيشه العاديه.
واخا راه ما كنت زعما راه ما طايلوه الحلال ديالي جات حمراء هنايا زدت واحد جوج معلقات ديال مطيشه ديال الحك، غادي نخلطهم مزيان 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 هنا في السلفه، نزيد عليهم الماء باش ملي كتلوحوهم في الكوكوط ما كت كتكونش داك مطيشه ديال الحك مكوره. هنايا غادي نجيب القريعه عندي هنايا ديال الكوفيتير كسطح ليا الكوفيتير، غادي كوفيتير او اي قرعه دجاج عندكم، المهم غادي ندير فيه 3 المعالق ديال الفورص رطب، وغادي نزيد عليها الماء وغادي نخلط مزيان. هي من احسن القرعه ولا شي طاسه كتسد باش كتخلطو مزيان ما كتعذبكمش ما كيتكون لكمش داك الطحين. هنايا غادي نكب داك مطيشه ديال الحك، ومني غادي يطلع فيها الغليه ملي غادي تطلع فيها شويه الغليه غادي ندير الدقيق ديالي، غادي ندير الدقيق ملي غادي يطلع الغليه في الحريره. هنايا دابا غادي نبدا نحرك وندير الدقيق باش ما يتكورش، ولا احسن ملي تبقاو تكبو غادي تبقاو تحركو باش ما يتكور لكمش الدقيق. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يعجبكم، ومتنساونيش باللايك والبارطاج فضلا وليس امرا، بارطاجيو القناة ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي، وراه بفضل الله بفضل الحباب والخوت ان شاء الله غادي نزيد القدام. كنتمنى ان شاء الله تشجعوني. هنايا عندي الشعريه رقيقه ديال الصفه، انا كتحمقني هاد الشعريه هادي كتجي الصراحه جربها البنات كتجي غزاله في الحيره. هنايا عندي الشعريه الغليظه، هنايا عندي قزبر ومعدنوس مطبوقين وواحد كنور ديال الغنمي. غادي نلوح الشعريه الغليظه هي الاولى حيت هي كتاخد شويه ديال الطياب، وما الشعريه ديال الصفه ما كتاخدش الوقت ما كتاخدش الوقت بزاف باش طيب. هنا البنات ملي تلوحوا الشعريه تبقاو تحركوا، انا هنا راني كان يدي في الكوكوط ويدي في الماعن اللي حطيتها كنغسلها باش ما كيجمعش ديال الماعن. هنايا من بعد ما طابت لي الشعريه الغليظه غادي ندير الشعريه الاخرى. جربوا البنات والله العظيم كتجي الشعريه غزاله كتجي في الحيره. والربيع وكنا غادي نخليه حتى للتالي، وعاد غادي نديرو ملي غادي نقرب نطفي عليها غادي ندير كنور والربيع طلع فيهم غير الغليه ونحط الحيره ديالي. هانتوما الحيره ديالي بعد ما وجدات قدمتها مع التميرات، وهانتوما تشوفوا الحيره جات غزاله وخفيفه ولذيذه والله ما شهيتكم فيها، جات غزاله براس الحانوت، وانا راجلي كيزيد فيها السمن هو ولدي هو زماني كيكب لينا الحريره. المهم هذه هي العشيوه ديالنا، اللهم ديمها نعمه يا ربي يحفظها من الزوال ان شاء الله. كنتمنى ما تنساونيش باللايك وبالبارطاج فضلا وليس امرا. هنا غادي يسالي الفيديو ديالي معكم، دمتم في رعايه الله الى فيديو اخر ان شاء الله، وما تنساونيش بواحد اللايك اللايك اللايك، الله يجازيكم بخير.